خالد، عودة إلى المنتخب وعودة إلى جوية تونس، ولقيت صحابك مرة أخرى. أول امبريسيون كي رحت لتونس، كي لبست كولير المنتخب؟ بس صافي بليزير باش راه تونس باش ترى معناتها باش راه صحابي في تونس، صافي بليزير. انا امبريسيون معناتها الجوية هي معناتها ديما الجوية طيبة، وديما معناتها عندنا جو أخوي ما بين بعضنا، الحمد لله معناتها هذه كل توفر كل ظروف النجاح. معناتها منتخب السنة في مباراة مهمة في السيراليوني، ديستانس بعيدة، بلد بعيدة، كيفاش حضر خالد الماتش هذا؟ هي معناتها بالنسبه لي نحن كاداره فنيه نضمنوا الترشح نتاعنا في سيراليوني خير من معناتها في تونس، معناتها باش نلعبوا في تونس مرتاحين، ماشيين مركزين ونعرفوا لي كونديسيون اللي هما صعاب وكل شيء، مي نعرفوا الجو الافريقي ونعرفوا تراني تخايب ونعرفوا كل شيء، وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. يعطيك الصحه خالد.